كشف تقرير إيطالي حجم التمويل الذي تلقاه خفر السواحل الليبي في طرابلس وانتهى به المطاف إلى أيدي المهربين والميليشيات، موضحا أنه في 16 من يوليو أعطى البرلمان الإيطالي الضوء الأخضر لإعادة تمويل المهام العسكرية الإيطالية في الخارج ولتمويل تدريب ودعم خفر السواحل الليبي. التقرير وبحسب ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية استنكر غياب مراقبة رصد الأموال المدفوعة في خزائن طرابلس على مدى السنوات الماضية سواء من إيطاليا أو أوروبا. كما كشف التقرير إنه منذ العام 2017 أنفقت روما نحو 784 مليون يورو في ليبيا، منها 213 مليون يورو على المهمات العسكرية، فيما زادت الأموال عاما بعد عام بهدف مزدوج هو وقف وصول المهاجرين وزيادة النفوذ الإيطالي في ليبيا، فضلا عن تدريب ودعم خفر السواحل الليبي. فقد زادت الأموال من 3.6 مليون يورو في العام 2017 إلى 10 ملايين متوقعة في العام 2020.